عادة يعني من طبعي ان انا ابقى ديمقراطي مع ضيوفي، يعني بحب كده اسالهم قبل ما ندخل على الهوا موضوعاتنا كذا، تحب نبتدي بكذا، تحب نختم بكذا. والحقيقه انا عملت ده مع ضيفي النهارده طبعا صديقي العزيز احمد مصطفى قبل ما نبدا الهوا على طول، وهو طلب ان احنا نبدا بماتش الاهلي والهلال، بس انا مش هينفع اعمل كده بصراحه. انا هستغل الفرصه واقول له هارد لاك يا ابو حميد، عشان امبارح البارسا علم على الريال وبصراحه مسح بيهم الكامب نو. مش للدرجه دي يعني، هو كسب بس هو يستحقوا بصراحه المكسب. لا ماتش كبير طبعا وعالمي جدا. بعد السوبر وكده الليجا خلاص، تقول باي باي تودع ولا ايه؟ باي باي خلاص كده الليجا. الريال اعتقد هو هيبقى بطل دوري ابطال اوروبا. لا ما انا مسايب عليكم البارسا في الليجا ومسايب عليكم السيتي في تشامبيونز ليج، انا مش هسيبكم يعني. بس السيتي برغم من قوته، بس الريال طبعا بالنسبه له هو البابا. هنيجي لان في مواجهه محتمله جدا، يعني انت لو عديتوا من تشيلسي واحنا عدينا من البايرن يبقى لازم هنقابل بعض في نهائي مبكر برضه. دي حقيقه تاني بيتكرر تاني. هنيجي للتشامبيونز ليج، بس تعالى نبدا طبعا بفرص الاهلي اللي تجددت في بطوله دوري الابطال. وانا قريت السيناريو ده من قبل مباراه القطن الاولى، الاصوات اللي كلها كانت بتتكلم على انه الاهلي لازم يفوز بالاربع ماتشات المتبقيه ليه عشان يضمن التاهل. انا قلت لا مش حقيقي، وانه الاهلي عليه انه يكسب ثلاثه على الاقل، بشرط طبعا تعثر واحد من الفرقتين او هما الاثنين يخبطوا في بعض، وقد كان الاثنين خبطوا في بعض وتعادلوا نتيجة 1-1، ودي النتيجة اللي خدمت النادي الأهلي. الهلال على مدار دور المجموعات إزاي شفته؟ لو حبيت نعمل تقديمة كده تلخص بيها حال فرقة الهلال قبل ما نروح للتفاصيل. الهلال السوداني الموسم ده أقوى نسخة ليه أنا شفتها لهم من سنين. أعتقد فريق قوي معاه مدرب كويس جدا، فريق لدرجة إن هو تعب صن داونز ذهاب وعودة. على فكرة بالرغم إن صن داونز تعادل معاهم في مباراة العودة، والناس كانت يعني بتقول إن هو ممكن الماتش يبقى صن داونز ضمن الصعود وكده، لكن اللي اتفرج على مباراة الذهاب أصلاً صن داونز كسبان 1-0 بالعافية. فالهلال السوداني فريق قوي، عمل قدامنا مباراة كبيرة برغم إن إحنا برضه ما كناش نستحق الخسارة. لكن الهلال السوداني أعتقد إن هو منافس قوي، ومباراة هتبقى صعبة جداً على النادي الأهلي بالرغم إن هي على ملعبنا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يعني هنقدر نستغل الفرصه اللي جات لنا تاني ونصحح المسار. واعتقد النادي الاهلي لما بتجيله الفرصه ديت ما بيفرطش فيها، ونقدر ان شاء الله نكسب النادي السوداني ونصعد. البعض متخيل ان شاء الله باذن الله طبعا، بس البعض متخيل انه بما انه الاهلي عنده شخصيه البطل، وبما انه المباراه هنا في القاهره على ارضنا وسط جمهورنا، وبما انه الاهلي ملوش امل في التاهل غير الفوز، فبالتالي المباراة سهلة أو أنه الفوز في المتناول. على الرغم من الحقيقة أنه زي ما أنت قلت يمكن هلال فقد الفرصة التأهل في أم درمان، لكن أنا شفت الهلال خطر جدا، وبالذات في بداية المباراة، وبالذات في التحولات السريعة من الدفاع للهجوم شكل خطورة كتيرة جدا. لليبو رأس الحربة بتاعهم الكونغولي جات له فرص كتيرة جدا في المباراة لكن ما كانش موفق فيها. فشايف هل بتتفق مع وجهه نظر انه الاهلي قادر يحسم بسهوله، ولا شايف ماتش العوده او مباراه الجوله الحسم مباراه صعبه على النادي الاهلي؟ لا مباراه صعبه جدا، صعبه جدا لصعوبه الموقف رقم واحد. رقم اثنين الهلال السوداني بقى فريق قوي، وخاصه ان انت ما فيش حل قدامك غير المكسب. فالموضوع النادي الاهلي ما فيش اسم ما تحسبش غير على اثنين، خلاص هو المكسب ما فيش غيره. فاعتقد ان النادي الاهلي يعني هيركز جدا، مباراه محتاجه تركيز، محتاجه ان احنا من اول مباراه ننزل ضاغطين على فريق الهلال السوداني. عندهم مشاكل كتيره بالرغم ان عندهم زي ما انت قلت يا احمد عندهم تحولات هجوميه خطيره جدا. عملوها مع صن داونز في مباراه الذهاب وعملوها في مباراه العوده، وقدروا حتى يستغلوها وجابوا ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره وضاعت. فالهلال السوداني فريق خطر. عندهم مكابي طبعا احرز هدفين في القطن الكاميروني، وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان هو من اخطر لاعبي الهلال السوداني، لعيب سريع ولعيب جناح، واحرز فينا هدف في بطولة السنة اللي فاتت. هو احرز فينا هدف برضه، بس الاهلي كان كسب الهلال السوداني برضه. فاعتقد ان مكابي ده اخطر لاعب في الهلال السوداني. طيب. هنتكلم عنه بالتفصيل. ظهر الهلال في دور المجموعات 5 مرات، اعتقد ادونا فكره كافيه عن الفريق. الهلال اللي كان بالنسبه لنا مجهول، اتكلمنا طبعا معاكم في السادسه وقلنا لكم على التدعيمات وعلى انه شكل الكره في السودان هلال ومريخ بتتغير، وان هم مهتمين جدا الموسم ده وهيظهروا بشكل، لانه الهلال والمريخ كانوا موجودين معانا برده في دور المجموعات السنه اللي فاتت النسخه اللي فاتت، ولكن الهلال السنه دي اعتقد قدم اوراق اعتماد انه مش نفس الهلال اللي كان موجود معانا، واعتقد انه فريق ليه كل احترامه. انا بتكلم كوره طبعا، فريق لازم تعمل له مليون حساب، ولازم تدرس وتذاكر كل نقاط قوته وكل نقاط ضعفه. تعالوا نشوف ال5 جولات دول. احمد مصطفى جهز لنا كده قرايه كامله عن فرقه الهلال، اهم لاعبيه، اهم نقاط ضعفه، اهم نقاط قوته. ده الطريقه طريقه اللعب بيلعبوا على الورق
4-2-3-1. ايوه. لكن في الملعب بتتحول الطريقه ل 4-1-4-1 او 4-5-1، لان هم بيلعبوا دايما على التحولات الهجوميه. هو ظاهريا اخطر لعيبه فيهم محمد عبد الرحمن ومكابي وفابريس نجومه، دول بيلعبوا في الخط الهجومي بلا مركزيه، مفيش حد ثابت. هو على الورق ممكن مكابي هو الفيرود، واعتقد هو احرز 3 اهداف في دور المجموعات، لكن لا مركزيتهم في التنوع في التحرك ده خطر جدا على النادي الاهلي. ابو عقله ده اعتقد هو لاعب كورته كويسه، لكن هو بيتحول في طريقه اللعب للاعب بيتحول لرقم 6 والكره مع النادي الاهلي او حتى مع المنافس. فدي طريقه اللعب لو نقدر نتكلم عليها. نبدا بنخش على نقط الضعف بتاعت نادي الهلال السوداني. حارس مرمى ايه الحقيقه؟ حارس مرمى ده هو اكبر نقطه ضعف. يعني انا كنت لسه هقول لك في مباراه حتى سان داونز الحقيقه كرات كتيره جدا اساء التعامل معاها، وكان ممكن جدا لو انت عارف لو سان داونز بيلعب المباراه دي بحسابات التاهل، يعني لو هو ممكن يخرج لو اتعادل او لو خسر كنت هتشوف مباراه ثانيه خالص وسكور ثاني خالص في مباراه امودرمان. فده طبعا بص انت لسه بتتكلم حارس المرمى عنده مشاكل. سان داونز احرز فيهم، هم دايما فريق الهلال السوداني بيلعبوا 4-5-1 وبيقفلوا دايما العمق. فسان داونز اصلا ميزته كلها ان هو بيخترق من العمق، فما قدرش الهلال السوداني ما قدرش سان داونز يخترق الهلال السوداني. فبدا يتجه للتنوع في التسديد من خارج ال 18، وده حصل في الهدف اللي احرزوه في جنوب افريقيا، هتقع من حارس المرمى. واكيد مدرب سان داونز مذاكر جدا فريق الهلال السوداني، لان هو عارف ان حارس المرمى ابو 20 مهزوز شويه، وده هيحصل في الهدف اللي هيحرزوه في مباراه الذهاب ومباراه العوده اللي كانت من يومين. بص تخش على الحلقه اللي بعدها. هنا في مباراه الهلال وسان داونز في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا مظبوط. بص اللا مركزيه، بص سوء التمركز سوري في فريق الهلال السوداني. عندهم سوء تمركز غريب جدا، واقفين كلهم برغم ان هم عندهم اطوال كبيره جدا في خط الدفاع، لكن هم بيتمركزوا اغلب الوقت غلط ودايما بيبصوا على اللاعب اللي معاه الكوره. فممكن عشان تضرب الفريق اللي بيتمركز غلط ده اللعيب دايما او بيقولوا القادمون من الخلف، اللعيب دايما اللي مش متراقب. فاعتقد ان اللعيبه اللي في نص الملعب مع النادي الاهلي، وهنيجي نتكلم عن النادي الاهلي فهنتكلم، هيبقى ليهم دور مهم جدا في اختراق فريق الهلال السوداني. نكمل الحلل. بص ابو 20 ده ماتش العوده. ده ماتش العوده. بص الكره سهله جدا هتقع من ايده. ايوه. فده يبان قد ايه هو حارس. هو عنده كمان مش بس في التعامل مع الكره، لكن عنده مشاكل في التمركز وتوقيتات الخروج. اوقات كتيره جدا كان بيخرج في توقيتات غلط، وده كان هيكلف فريق الهلال. ومعانا حاله دلوقتي هدف. هنشوفها دلوقتي. هو فعلا بيطلع غلط هنا الجون. ده الهدف طبعا. الجون طبعا. بص هتقع من ايده برده، الكره اصلا مش قويه خالص. أيوة. وقعت من ايده بطريقه غريبه. حتى هنا جول كيبر في كره زي دي بيتهيألي انه بيطلع يعني يطلع كره بره الملعب احسن واسهل حتى وامن قرار ممكن تاخده، لكن هو رجعها جوه الملعب وكانت سبب في هدف. وكمان رد فعله بطيء، يعني حتى لما صد الكره حتى رد فعله بطيء. بص المساحه ضيقه جدا، كان ممكن يقدر يصدها تاني، لكن هو بطيء جدا في رد فعله. أيوة. فقدر سان داونز يحرز منها الهدف الاول. لنخش على الحاله اللي بعدها. ده الهدف. هنا قلنا سوء التمركز بتاع خط الدفاع. بص سوء التمركز ده ماتشين احنا في السودان. الكره دي حسين الشحات لو كان جرى اول المباراه طبعا الكره اللي كانت تغير السيناريو. وده السيناريو الافضل مع الهلال السوداني. الهلال السوداني فريق عنيف جدا. انت بتتكلم على 3 لعيبه جوه البوكس. بص محدش ماسك حد، محدش ماسك حد خالص. يعني غريبه جدا. يعني سوء تمركز غريب. واعتقد ان الهلال السوداني من الفرق ان انت لازم تدخل فيهم هدف في اول ربع ساعه. لان هم لعبهم عنيف جدا وعندهم خشونه زايده. وعشان كده سان داونز والحكم بيساعدهم على الخشونه دي في ماتش سان داونز بصراحه. وعشان كده اي فرقه بتلعب كوره زي سان داونز وحتى النادي الاهلي بيتعبوا معاهم جدا، لان هم بيعتمدوا دايما على القوه والضرب والخشونه الزايده. يعني دي سوء التمركز هنا. بص طلوع خاطئ جدا من ابو 20 لسه انت بتتكلم عنها دلوقتي، فبرضه كان ممكن يكلفهم هنا سوء التمركز. بص لاعب سان داونز في السكس يارد مفيش حد ماسك خالص. هما الاثنين بصراحه محدش. بص كام لاعب من الهلال السوداني بيبص على اللاعب اللي معاه الكوره. هنا ده القط لاعب القطن الكاميروني. بص هنا بيقول لك قد ايه خط سوء التمركز ايضا، وغير كده خط الدفاع بتاع فريق الهلال السوداني ضعيف. هنشوف لاعب القطن كمان هيقعد يعدي واحد واثنين، وهنا يبين ان في فرق في الامكانيات ما بين الهلال السوداني وبين حتى يعني برغم ان امكانيات القطن كمان ضعيفه لكن متواضع. بص متواضع لكن قادر انه قاعد يعدي وكده. احنا طبعا عندنا امكانيات اكبر منهم. نمره 7 اللي في القطن ده انت كنت كلمتني طبعا ده هو اللي جاب الهدفين في ليهم في القطن كمان اخطر لاعب فيهم. ايوه هنا طبعا دي حالات حارس المرمى طبعا اللي احنا حارس المرمى
ده هدف سان داونز في ده هنا. بص الكره من ديانج كان لعيبه في الماتش الذهاب برده كره عاديه جدا وقعت من ايده، هو ما بيمسكش اعتقد الكره تقريبا، مفيش كره عاديه بص بيمسك، بص دي وقعت من ايده برده، بص كام كره وقعت من ايده، فيبان قد ايه هو حارس مهزوز. طيب. ده دي نقطه حارس المرمى اللي بص الجون ده الكره في ايده ومتشاطه مش قويه دخل الجون. فعندهم انا اعتقد ان هو اكبر نقطه ضعف في الهلال السوداني ومدرب سان داونز باين جدا ان هو كان مذاكر فريق الهلال السوداني جدا، لان هو في المباراه بتاعتهم في الذهاب قعد طول المباراه اغلب الوقت اي لعيب من اي مكان في الملعب بيشوط، فدي كانت باينه جدا ان هو مدي تعليمات ان الحارس بتاعهم حارس مهزوز وحارس ضعيف جدا. فنادي الاهلي لازم يستغل ضعف حارس المرمى ابو عشرين. هنا طبعا نقطه القوه. ايوه نقطه القوه طيب. طبعا معلش قبل ما نروح لنقاط القوه خلي الكادر معانا او تعالى يعني نرجع لمصطفى تاني، هل غير حارس المرمى في فريق الهلال هل دي نقطه ضعف الوحيده ولا انت شايف ان لا عندهم سوء تمركز في خط الدفاع هي دي اكبر مشكله، سوء التمركز في خط الدفاع، وهم دايما اللي عندهم مشاكل ما تقدرش تختار من على الاطراف لان العمق صعب جدا تخترق فريق الهلال السوداني من العمق. النادي الاهلي لو فكر يخترق الهلال السوداني من العمق هيقابله مشاكل كبيره جدا، هيبدا يخش في صدام مع اللعيبه ويبدا في التحامات، فالنادي الاهلي مش من مصلحته ان هو يخش في التحامات. انت متوقع ان الهلال يبني خطته هنا في القاهره على اساس جيم دفاعي؟ هو بيلعب على احتمالين، احتمال تعادل او مكسب، وبالتالي هيكون فكرهم اكتر ان هم يلعبوا جيم دفاعي مع الاعتماد على هجمات المرتده، ولا متوقع انه يلعب جيم مفتوح او انه يهاجم الاهلي؟ مش هيقدر يهاجم الاهلي ويلعب جيم مفتوح تماما، لان هو طريقه لعبه مبنيه اصلا على التحولات الهجوميه. تمام. هو بيلعب زي ما شفت احمد خطته 4 2 3 1 ده بس، لكن على الورق وعلى الملعب في ارض الملعب بتتحول 4 5 1. ابو علا ده بينزل لرقم 6 بيملى نص الملعب، فهو بيقفل المساحات من العمق. فانت عشان لو عايز تخترق الهلال السوداني في الملعب في استاد القاهره لازم تخترقوا من على الاطراف، واعتقد احنا عندنا لعيبه عندها امكانيات وعندها حلول سهله جدا، لان هم عندهم امكانياتهم اقل بكتير من امكانيات الاهلي فنيا، لكن لو دخلنا من العمق هتبتدي تصطدم معاهم في القوه، وهم بيلعبوا بخشونه زايده جدا وبشراسه كبيره جدا في الملعب. سيناريو بالنسبه لي برضو مخيف بصراحه، لانه هم في المرتدات الحقيقه منظمين جدا وعندهم سرعات وعندهم راس حربه، يعني بشوف ليليبو ومكافي ليليبو لعيب كبير ودولي مهاجم كونغولي دولي بصراحه، اعتقد هو عنده سرعات واحرز فينا هدف كده. الفتره الاخرانيه فايقه في موضوع المهاجمين ده، طورت. مش عارف ليه كل شويه مهاجم طالع، كان في لابا كوجو برده طالع من كونغو، يعني طالع من عندهم روس حربه. بص ده هو لسه بنتكلم عنه مكابي، بص الكره دي بقى اعتقد مكابي ده اللي جاب الجون فينا في وهو جاب في نفس الجون بالظبط في القطن الكاميروني، نفس الجون اللي هو بص نفس الجون بيتكرر تاني جابه بنفس الطريقه. وعلى فكره الكره دي هم بيعملوها دايما من سواء من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين، هم بيعملوها دايما دي الكرات العرضيه، هم من بيعتمدوا عشان هم عندهم السرعه عندهم الاطوال فهم بيعتمدوا دايما ان من اي مكان في الملعب ما بيستنوش يوصلوا لنهايه الخط عشان يرفعه لا هم من اي مكان في الملعب بيعلق في صندوق بالظبط بيعلق. عندهم طبعا مكابي وعندهم محمد عبد الرحمن وعندهم لعيبه كلها عندها اطوال دي الكره الركنيات. فباسم جوما ده كان في الترجي او كان في هو تقريبا كان في فرقه شمال افريقيا يعني فريق شمال افريقيا كان بيلعب في فريق لعيب كويس جدا فاكر الاسم لعيب كويس. لا هم عملوا تدعيمات كويسه جدا عشان البطوله وقعوا في مجموعه طبعا صعبه الاهلي وصن داونز، فكان عاملين تدعيمات كويسه جدا. دي الكرات الضربات الركنيه هم ما بيلعبهاش مره واحده، استغلوا طبعا فريق القطن الكاميروني وراح شويه الكره دي هتيجي في العارضه، فهم الكرات الثابته اعتقد مصدر خطوره كبيره جدا 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 جدا. يعني دي التحولات الهجوميه السريعه الهجمات المرتده عندهم نقطه قوه، الكور الثابته اللي حوالين الصندوق او من ركنيات اي ركنيات هم دايما الحاجات اللي حوالين ال 18 بيلعبوها في الجون لان هي بيبقى فيها زحمه وممكن تاخدها حارس المرمى زي ما حصلت في مباراه الذهاب وطبعا حصلت مع فريق القطن الكاميروني، وهنا برده هيحصل يعني في الجون الثاني. بص كرة من نفس الطريقه برضه هو هيسدد في المرمى رغم ان القطن تعبهم، انا شفت ماتش الكاميرون ماتش القطن ده 2-1 القطن يعني كان مقدم جيم كان ند على عكس الانطباع اللي ممكن تاخده عن فرقه القطن، لكن لعب جيم كويس وكان متقدم بنتيجه 1-0 وده ليه سبب يا احمد ليه بقى؟ لان فريق القطن الكاميروني شبههم شويه في القوه والسرعات، انما لما تيجي تلاعب الهلال السوداني يلعب قدام فريق بيلعب كوره فهيعاني عانى. انا شفت معاناته في الشوط الثاني كمان قدام سان داونز واستغربت لانه سان داونز ما كانش يعني كانش بيلعب فول باور، سان داونز اغلب لعيبته
كانت بتلعب وعندها رغبه في انها بس الشغف مش موجود بس أكثر. مش سان داونز اللي ظهر في اربع مواجهات قبل كده فاهم، هم حاسين ان هم قريبين جدا من التاهل، مش عايزين يتعبوا نفسهم صح. مش عايزين يتعوروا، مش عايزين صح. ايه يعني طبعا ليهم حساباتهم وانا اتفاهم ده تماما، وانا لو مكانهم افكر بكده نفس الطريقه، بس في النهايه حتى وسان داونز بالحاله دي هو حاطط الهلال في نص ملعبه ومسيطر على المباراه بشكل كامل مظبوط صح. طبعا لولا التحكيم وضربه الجزاء التحكيم سيء جدا، ده ضربه الجزاء تحس ان هم يعني هو صفر قبل ما اي حاجه تحصل ايوه فكانت دي غريبه جدا يعني صحيح. بص الكرات العرضيه اللي بتكلم عليها في ماتش سان داونز برضه دي لو مكابي كان حط يعني بص سهله جدا حطها بس ما دخلتش في الجون طبعا. هي مشكله ما عندهمش برضه راس حربه بيلعب دماغه كويس، عندهم لكن ما عندهمش اللي هو الهداف اللي بيلعب دماغه كويس جدا يعني أيوه. ده برضه من مباراه الاهلي برضه نفس الكلام، بص لو خدت بالك اغلب اهدافهم كرات ثابته اكتر ولا كرات ملعوبه؟ كرات ثابته طبعا اغلب اهداف الهلال كرات، مفيش اي هم ما عندهمش مميزات خالص حتى في الكور اللي بيعملوا فيها التحولات الهجوميه بتضيع ودي هنشوفها برضه. انا شفت الحقيقه مكابي ده رغم ان انا بشيد بيه كمهاجم ضيع كام كره في ماتش سان داونز، لكن ضيع في ماتش سان داونز كورت انفرادين ثلاثه بالزبط. ما يضيعوش بصراحه يعني بالرغم ان الحارس طبعا ويليامز حارس اداهم هديه، اداهم هديه والله طبعا اداهم هديه غريبه بس هو عوضها يعني صحيح. ده العنف اللي بقول لك عليه من قوتهم، ودي من ودي يعني انا شايف ان هي من اكبر القوى موجوده في الهلال السوداني، ان انت كنادي اهلي، النادي الاهلي بيلعب كوره، فالنادي الاهلي لعيب الكوره دايما هيعاني مع الفريق اللي دايما بيضرب، فبص هم دايما عندهم تعمد الضرب في محمد احمد في ماتش سان داونز كان المفروض الثالث، كان واخد انذار كان المفروض الثالث مظبوط، وفي لعبه بعدها كان مفترض ياخد انذار ثاني الحكم ما حسبهاش، وفي لعبه بعدها ثالثه عند الخط برضه تدخل عنيف جدا يستدعي طرد الواحد. كل مباراتهم كده بص احمد كل مباراتهم كده دخل على فكره. انا متوقع ان ماتش الاهلي هيبقى فيه ضرب انا متوقع ان يبقى فيه طرد يعني هيبقى فيه عنف جامد، لان هم عايزين برضه يخوفوا النادي الاهلي في بدايه المباراه. بص ده ما بيلعبش اصلا على الكوره، بص داخل على الرجل على طول. فهم عندهم عنف وشراسه غريبه جدا في الملعب، وخصوصا اعتقد دي تعليمات المدرب. في اوقات كتير في فرق بتلجا يعني خلينا نتفق انه في النهايه دول لعيبه كوره زي اي لعيبه كوره في الدنيا. في لعيب كوره لما بيحس انه فنيا اقل في الملعب صح. فبيعوض ده بشراسه بضرب اعتقد يعني حتى لو يعني لو ما عورش هو بيخوف اللعيب اللي يعني ما بتحس طبعًا. ان الفريق اللي بيلعب قدامك بيلعب كره عنيفه جدا بتخاف. انت طبيعي تشوف لعيب داخل عليك جامد او داخل على زميلك جامد شويه بتهديك في الملعب او بتخليك تكش في الملعب. واعتقد ده المدرب بتاعه مدرب ذكي، هو عارف ان امكانيات الهلال السوداني مش قويه، ما عندوش اللعيبه المهاريه قوي، ما عندوش لعيبه. انا نفسي بجد يعني بص في حتتين عندنا في الكوره في مصر طول تاريخنا طول عمرنا انديه ومنتخبات مش موجوده عندنا، التعامل النفسي مع الخصم اللي بيجدها جدا مدرسه تدرس فيها شمال افريقيا صح طبعا. ازاي تعرف تطلع الخصم اللي قدامك بره تركيزه، ازاي تستفزه، ازاي تطلعه بره الجيم. هم شاطرين جدا، احنا ما بنعرفش نعمل ده، احنا يعني مؤدبين او طيبين يعني زياده عن اللزوم شويه فاهم. في الكوره ده واحد من الاسلحه طبعا اللي لازم تعلم لعيبتك ازاي تتعامل معاها. نمره اتنين الخشونه والعنف، ازاي تقدر تتعامل مع الفريق اللي في ليها توقيتاتها وليها كمان استغلال ده يعني الفريق اللي بيخش بشكل عنيف زي ما شفت في ماتشات الهلال كده، انا اقدر البس انذارات واقدر البس كتير. ضربات جزاء واقدر البس طرد، بس المهم اللي يبقى عندك من الذكاء انك تعرف تستغل يعني سذاجه الطرف الثاني في استخدام السلاح ده ضدك. طبعا هنا اللعيب الذكي صح يعني لعيب كان محتاج كان عنده الحته دي كابتن محمد بركات بركات كان عنده الحته دي كان بيلعب على النقطه ديت وكان يستغل. بص التحولات بقى الهجوميه اللي عندهم، انا ما بقولش تمثيل على فكره، انا بقول لا ازاي تلبس الخصم في كده انذارات وكروت حمراء وفاولات وركلات جزاء تلبيس صح. هو في خطا بس انت ازاي تظهر الخطا ده، هي دي المهاره او الذكاء اللي بتكلم صح. عليه ده التحولات الهجوميه. بص من نص الملعب اتعمل باص طويل جدا لمكابي عنده سرعات غريبه عنده جدا، هيقدر يستغل السرعات، لكن الشناوي هيقرا الكره دي، والكره دي بنفسها بالظبط هتحصل في مباراه سان داونز. متحرك مكابي ده جدا جدا على فكرة. هو اصلا بيلعب جناح شمال انا هنيجي نتكلم عنه وراح بكور كتير يعني في ماتش سان داونز بالذات وماتش الاهلي، الاثنين دول انا شفتهم بتركيز كبير، راح في اوقات كتير جدا من الناحيه اليمين وفي اوقات كتير جدا راح من الناحيه الشمال مظبوط بانفرادات كامله. انا بتكلم فيه بقى ان هو لعيب ملوش عنده لا مركزيه بيجي من كذا مكان في الملعب، عشان كده لما نيجي نتكلم عنه هنكتشف الحاجات دي. بص هنا الكره دي الشناوي هيقراها، الكره دي بالظبط هتحصل
حصل في مباراه سان داونز بالظبط هي اول الماتش، بس هو استعجل في شاطها اهي هي دي شاطها بدري شويه، شاطها بدري والجون صدها بطريقه برده بصراحه يعني ويليام صدها بطريقه، ودي واحده ثانيه من الشمال بقى بالشمال ايوه مظبوط ايوه بالشمال صح، ودي برده بس دي سبر عليها ودخل بيها المنطقه بالظبط، بس شاطها ضعيف ويليامز ويليامز يعني حارس مميز صراحه جداً. هو حارس جنوب افريقيا اصلا جداً يعني جدا مميز جدا ايوه بالظبط انت بتتكلم عنها موجوده فعلا بالزبط. ودي برده الاثنين هم دول الكورتين اللي انا بتكلم عليهم الكورتين هو يعني باين لك خطورته بيبان ان هو ملوش مكان ثابت ايوه هو بيجي من اي مكان في الملعب رغم ان هو اصلا مكانه الثابت هو جناح بص هنا لا مركزيه بص محمد عبد الرحمن اللي هو المفروض ساعات احيانا بيلعب فيرود بص التلاتة بص نفس الكلام هنا المكان الفاضي هما فين فين محمد عبد الرحمن ده يمكن ما يعني ناس كتير من اللي اتفرجت ما تحسش بيه لعيب خطير او كده بس انا بشوفه جاب جون في النادي الاهلي اتلغى وجاب جون في القطن الكاميروني اتلغى برضه يعني هو على فكره بس انا بشوفه لعيب كوره لا لعيب كوره طبعا لعيب كوره طبعا كويس جدا يعني يعني لليبو مهاجم صندوق مهاجم صندوق سريع. لكن عبد الرحمن لعيب كوره تقيل لا هم الثلاثه اللي بصراحه المثلث اللي قدام فابريس نجوما كمان بالظبط مثلث خطير جدا ومزعج وعندهم التحولات هتبقى خطر على النادي الاهلي هم دول اكبر خطوره على النادي الاهلي في مباراه ان شاء الله القاهره يعني اعتمادهم اكثر على الكور في التحولات دي على الكور الطوليه مش على المسافات السريعه لا على الطوليه ما فيش كلها كور طويله طويله جدا لان هم عندهم السرعات ايوه هنا مهم الواجبات الدفاعيه بتاعت خط الهجوم وخط النص مظبوط صح يعني مهم جدا التركيز ايوه ما نغفلش في الحاجات اللي هي المرتده دي لان بص هم ما عندهمش زياده هم هنا كام لاعب في الكاد هنلاقي بص محمد عبد الرحمن ومكابي فهنا يبين قد ايه ان هم يعني ما بيروحوش بزياده خالص هم لا هم بيلعبوا في نص ملعبهم بيعملوا التحولات مميزين جدا وبيستغلوا طبعا بيستنوا طبعا كره ثابته او ضربه ركنيه حتى لما بيوصلوا بيعدوا نص الملعب بيعملوا حاجه بيرفعوا الكره من اي مكان الاطوال وعندهم القوه ان يقدروا مثلا يطلع يركب كره بالنواه هنا اهو مكابي ماتش القطن ماتش القطن طبعا ده مكابي هنتكلم بقى مكابي ده اخطر لاعب وانا قلت لك ان مكابي ده يعني هنتكلم عنه طبعا انت قلت ان هو لاعب دولي ولاعب مميز جدا لعيب عنده سرعات بيلعب جناح شمال وبيلعب جناح يمين وده شفناه حتى في مباراه صن داونز زي ما انت قلت يا احمد ضيع كره هنا وضيع كره هنا هيجيب جون في القطن الكاميروني واحرز هدف في النادي الاهلي هو الاساسي في الكرات الثابته هو الاساسي حتى في الكورنرات حتى في الكورنرات كورنرات هو بيلعبها راس الحربه برغم ان المفترض يبقى موجود مزبوط. الصندوق لكن بس هو بيلعبها مميزه جدا ان هو هيجيب جون بيها هيجيب جونين في المباراه دي على فكره ايوه يعني هو بص الهدف ده غير الجون اللي جابه فينا غير الجون اللي جابه فينا هيجيب جون بص الجون الثاني هيجيب طريقه مميزه وانا يعني دي الكوره برده ثانيه في صن داونز برده ضيعها هي دي اللي انت قلت عليها قرب من ناحيه الشمال مظبوط نكمل في حاله انا عايز اوريها لك يا احمد بص ده الهدف اللي احرزه في القطن الكاميروني كره ثابته واتلعبت مباشره بطريقه بيعملها بطريقه كويسه جدا لان انت كحارس ممكن تتهيأ ان هي تترفع تبقى في زحمه ايوه فبتخيل بياكدوا لي دلوقتي مكافي لليبو وهو هداف دوري ابطال افريقيا هداف دوري ابطال افريقيا بص هنا ده مش طبعا مش في الدوري الابطال مش في الدوري الابطال بص قد ايه هو ده في الدوري السوداني بص هو طبعا مش هو اللاعب اللي كان فاول من على 18 بص تحرك مكابي الكره دي هيحطها جون مره واحده مكابي ده اللي بيستقبل هو اللي بيستقبل الكره ويحطها جون مره واحده هيجي بص هو ذكي جدا جدا الكره دي هيعملها كتير جدا يعني هو تركيبته تشكيله جسمانه سرعاته انا بشوف انه عامل زي الثعلب ما تعرفش يعني جاي منين لا بتكلم على انه مواصفات مهاجم صندوق بالظبط يعني مهاجم صندوق خطير دي حقيقه فعلا هو مهاجم خطير جدا ومزعج ومش عنده مركز ثابت انت تقدر تمسكه منه هو بص في الكره دي هيبان التنوع مكافي ده تعرف جاي منين؟ جاي من انجولا على طول ولا كان محترف لا اعتقد لا يعني ما عندكش معلومه لفت نظري بصراحه قوي لا 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 ولعيب دولي كمان بص الهدف الثاني في القطن الكاميروني هيحطه بطريقه مميزه جدا انا عايز اجيب بس الكادر اللي قبلها بص هو هيعمل ايه؟ يعني ممكن بس نجيب لا الكادر بعد في لقطه كده معينه ده الهدف في هدف ثاني في نفس المباراه دي هو نفس هو هي الكادر اللي فات ممكن نكمل بس طب نرجع ثاني على لا نكمل نكمل على طول نكمل بص هنا دي كانت رمي التماس ده الهدف الثاني ايوه مكابي لو فتحنا الكادر او جبنا اللقطه اللي بعدها هنلاقي ان اصلا مكابي واقف جدا هناك خالص عن 18 بعيد جدا مكابي بص هيعمل ايه مكابي هيسرق كل اللعيبه وهنا دي ميزه مكابي على فكره جدا هينزل هيجي هيتحرك لهنا بص هيتحرك لفين يا احمد ممكن نكمل هنشوف مكابي هيوصل فين بص هو مش ظاهر في الكادر ايوه نكمل الهدف الثاني بص أيوه بص هنا. مكابي وصل هي فين هي دي بص هو ما كانش ظاهر في الكادر اصلا صحيح
مسافه ما الكره اتلعبت وسط الكره دي هو راح مقرب قابل قابل وحطها مره واحده مفاجاه طبعا بس ده طبعا يعني دي مش بالصدفه دي الكره دي لا مش متمرنين عليها هو هيعملها او متفق عليها متفق عليها طبعا هو لاعب بيسرق الملعب زي ما بيقولوا كده هو بيجي دايما ملوش مكان ثابت ما تعرفش هو جاي منين فدايما بيتحرك ومدربهم الحالي كان ماسك قبل كده منتخب الكونغو اعتقد مظبوط وكان ماسك نهضه بركان فعنده يعني نهضه بركان في الكونفدراليه بقاله اربع خمس مواسم الحقيقه يعني وصل بيهم مع بيراميدز هو كسب بيراميدز في الدوري كسب الكونفدراليه وظهر معانا في بص هو ده بص كل ده انا يعني بس هو ده طبعا هنا مكابي مكابي بص هيعدي واحد على واحد دي برضو ميزه ثانيه جدا مكابي هو اللاعب ده اللي هيعدي عدى بص الفرق مين اللي اقرب للكوره لاعب القطن بص الكوره لو جابها النقطه اللي بعدها نلاقي ان مكابي هيسبقه مكابي سريع جدا ده باين قد ايه سرعات مكابي ان هو لازم يعني طبعا احنا ما نعرفش هو هيلعبه في انهي مركز بص الكوره دي اللي هو برضو جاي منين بص الكوره مكابي مش ظاهر في الصوره الهلال الابيض اتعرضت الهلال الابيض الابيض الهلال السوداني ماتش في الدوري السوداني الكوره تتعرض مكابي هيظهر في الكادر هيجي من ناحيه الجناح الشمال وهيحط الكره جول لو كملنا اللقطه ده هنلاقي مكابي مكمل وبيحط الكره هدف نروح للقطه اللي بعدها لا مش هي دي بس دي برده مكابي هو برده هيخطف كره متعرضه مكابي هيخطف قبل حارس المرمى ودايما بيسرق المدافعين تمام هنا في المباراه اللي قلت لك عليها الموسم اللي فات احرز هدف فينا كان مكابي ما كانش بادئ المباراه دي لعب قدامنا الماتش طبعا كان هو كان موجود معاهم السيزون كان موجود معاهم ده هو دخل الكره دي من ناحيه واخدها من ناحيه الباك رايت هيعدي من ايمن اشرف وهيشوط الكره وشناوي هيصدها هترد تاني وهو هيحطها يكمل عليها فولو ويكمل هنا برده هو مكابي الكره دي برده هيعدي بص السرعات بتاعته هيعدي من محمد هاني فده بينك خطورته هيعدي بس الشناوي طبعا هيصد الكره دي بص يعني هيجيبها على فكره هيجيبها والشناوي طبعا طلوع الشناوي في وقت مثالي قفل عليه الزاويه فهو لاعب خطير ماتشك يا شناوي دي حقيقه ماتشك اللي جاي ده يا شناوي ماتشك لانه الاهلي إن شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله انا شايف انه الاهلي قادر يسجل الاهم انه ما يستقبلش الاهم من انه يسجل انه ما يستقبلش او الاثنين على نفس القدم اهميه لانك محتاج تسجل على الاقل هدفين عشان يطمنوك ويريحوك بدون اي مفاجآت زي ما اتفقنا باكد مره ثانيه على حضراتكم الاهلي محتاج يفوز 1-0 يعني لو الهلال ما سجلش الاهلي يكفي هدف واحد فقط للتاهل لدور الثمانيه اما لو في حاله انه لا قدر الله الهلال سجل هدف يبقى الاهلي محتاج انه يفوز بفارق هدفين مظبوط يا احمد مظبوط طبعا وان شاء الله النادي الاهلي هيحقق اكتر من هدف يعني ومش هيدخل هي لو تسالني لو كجمهور يعني وانت عشمان يعني الجمهور عايز مباراه عظيمه بسكور عظيم بس الواقع غير كده يعبر عن الواقع مش غير كده الواقع بيقول انه احنا لو في حالتنا يعني احنا لو من النهارده احنا لسه بدري قوي لو من النهارده اليوم اعتقد اراهن على يوم واحد لو من النهارده اليوم واحد استعدنا حالتنا المعنويه والفنيه والبدنيه لا نقدر بكتير صح ولا طبعا إيه؟ لا نقدر طبعا يعني لو في حالتنا وفي تركيزنا وجاهزين ومحضرين نفسنا كويس قوي للمباراه دي على انها مباراه نهائي بطوله لا نقدر هنا في ملعبنا نكسب وانا اعتقد ان هي فعلا يعتبر بمثابه نهائي للنادي الاهلي لو صعد هيبقى خطر على كل الفرق واعتقد هيبقى اقرب للفوز بدوري ابطال افريقيا وان شاء الله ان شاء الله كمان يعني الاهم انها تقول لانه خد بالك انت دور المجموعات دايما بيبقى اهون واهدى واسهل من الادوار الاقصائيه بعد كده حقيقة. انت رايح تقابل الكبار والكبار الحقيقه السنه دي مقدمين في البطوله مستوى محترم جدا يعني الوداد الرجاء سان داونز بلوزداد سيمبا لسه كسبان سبعه سيمبا الترجي كلهم بيقولوا احنا السنه دي مش زي السنين اللي فاتوا بصراحه يعني فانا متوقع الادوار الاقصائيه تبقى ضرب نار مهم جدا كمان تاخد من دور المجموعات دفعه تساعدك في اللي جاي بعد كده وتقول لافريقيا كلها انه اللي حصل للاهلي في دور المجموعات ده بس مجرد كبوه لانه الظروف كانت صعبه جدا علينا في ال 40 يوم دول كان راجع من كاس عالم الانديه برضه ما ننساش فدي كلها كانت ظروف يعني بالظبط كده طب نروح لقائمه المنتخب ولا ازعلك لو رحت للكلاسيكو لا نروح لقائمه المنتخب طب نروح لقائمه المنتخب دي القائمه النهائيه اللي اعلن عنها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لمواجهتين هيجمعونا بملاوي في تصفيات افريقيا طبعا المباراه الاولى هتكون عندنا هنا في القاهره يوم 24 والمباراه الثانيه هتكون في ملاوي يوم 28 استعرض القائمة القائمة طبعا حراسة المرمى محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي خلينا كده ناخد ايه كل خط
وتقول لي هل كان في اسماء تستحق او هل كان في اسماء وجودها مفاجاه بالنسبه لك؟ لا انا شايف ان بصراحه حراس المرمى يعني يستحقوا الثلاثه يبقوا موجودين في منتخب مصر. محمد شناوي واحمد شناوي ومحمد صبحي لما لعب اخذ فرصه مع نادي الزمالك اعتقد كان جدير بالصفه دي، وده ما يقللش من عواد بصراحه. طبعا حارس عمل الموسم اللي فات كويس جدا، لكن محمد صبحي حارس مميز وحارس صحيح دولي. صحيح. طيب نروح لخط الدفاع. طبعا عوده محمد هاني وده اعتقد مكسب لمنتخب مصر من فتره كبيره، انضمام محمد هاني وهشام صلاح، في محمد حمدي، احمد فتوح، احمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، اسامه طيب جلال. هو هنا اختار باكين يمين هشام صلاح ومحمد هاني، وباكين شمال حمدي وفتوح واحمد فتوح، واختار في قلب الدفاع اربع اسماء: حجازي وعلي جبر وعبد المنعم واسامه جلال. في اسماء كانت تستحق انها تنضم او تستمر؟ لا اعتقد هو يعني شايف ان الاختيارات في حتى في اعتقد ان ممكن في ناحيه الباك رايت كان يستحق علي فوزي. باك رايت انبي كان يستحق الانضمام للمنتخب وياخد فرصه. ايوه ان لاعب مميز جدا بغض النظر عن هدف الاحرازه في نادي الزمالك، لكن هو لاعب باك رايت عصري يعني بيهاجم صحيح دايما، ولاعب عنده حلول ولاعب عنده امكانيات فنيه ومهاريه كبيره يعني. تمام كان يستحق فرصه يعني. في الباك الشمال مفيش خلاف على حمدي وفتوح في الفتره الحاليه؟ طبعا مفيش خلاف. تمام. وفي القلب طبعا حجازي وعلي جبر وعبد المنعم واسامه جلال. مظبوط. لا مفيش خلاف. واعتقد ان الاصابه حرمت متولي بصراحه، دي حقيقة يعني كان قريب شويه لانه كان يستحق الحقيقه انه يبقى موجود مع المنتخب. لكن البركه في اللي اختارهم روي فيتوريا. نروح لخط النص. خط النص طبعا طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، احمد عبد القادر، محمد صلاح. طبعا انا شايف ان اختيارات في استبعادات هنا كتير. في استبعادات كتيره. في استبعاد لاحمد حمدي، في استبعاد لقفشه، في استبعاد لسام مرسي، بس سام مرسي يمكن في وعمرو السوليه، بس عمرو السوليه اعتقد عشان مش جاهز برضه، مش يعني وجوده مهم جدا يعني. عمرو السوليه مهم جدا يعني. خد بالك مثلا حسين الشحات لولا اصابته اعتقد انه كان هيخش قائمه منتخب اكيد، كان لازم مهم جدا من يعني من اعتقد هو من افضل لعيبه في الدوري المصري في الفتره الاخيره طبعا يعني. ومع الاهلي عمل في بالذات في مونديال وبعد عمل ماتشات عاليه جدا ووصل فورمه كبيرة بصراحه هايله، لكن الاصابه يمكن هي اللي ما خليتوش يدخل في الاختيارات. كان يستحق فعلا دور المنتخب. حمدي بالنسبه لك علامه استفهام؟ حمدي فتحي؟ لا احمد حمدي. حمدي فتحي موجود. حمدي فتحي موجود. احمد حمدي مش علامه استفهام، هو الراجل برضو بيفاضل بين اللعيبه اللي موجوده، واحمد حمدي هيجي يلعب على مين؟ يعني احنا ممكن تاخده يعني. بص لو بصيت للتوليفه اللي هو عاملها في نص الملعب، احمد حمدي هيبقى موجود على مين؟ على حساب مين؟ صعب. يعني بغض النظر امام عاشور لعيب يعني طبعا مش عايز اقول ان مكسب فيتوريا انا بالنسبه لي لاعب اكتشاف هو محمود حماده، لان انا محمود حماده ده بتكلم عنه من فتره كبيره، لاعب لولا انضمامه لمنتخب مصر على يد فيتوريا يعني ما كانش حد كان يشوف محمود حماده. بس حماده لعيب كوره بصراحه، لعيب كوره فعلا، لعيب كوره، واعتقد ان هو ليه دور اساسي جدا. لعيب كوره، وكمان حط على دي غير انه لعيب كوره عنده شخصيه. بالظبط، وده باين جدا جوه الملعب في لعيب تحس بشخصيته. يعني لعيب كره فيتوريا قال عليه كده في المؤتمر الصحفي. تريزيجيه والنني طبعا اصابه واستبعاد اصابه طبعا. الخط الهجوم مصطفى محمد وكوكا، وطبعا عوده كهربا. طبعا كهربا طبعا يعني اعتقد هو مكسب لمنتخب مصر ومكسب للنادي الاهلي. كهربا يعني عنده ميزه، وانا اتكلمت معاك فيها قبل مباراه القطن الكاميروني، كهربا اللعيب الوحيد في مصر اللي عنده ميزه يعني اعتقد مش موجوده في كل مهاجمين مصر. بيجيب من انصاف الفرص، بيعرف يجيب جون. أيوة. واعتقد ريف فيتوريا قال كده، قال لك انا كنت مقتنع بكهربا، لكن بعد الثلاثيه في مباراه القطن اكد قراري. أيوة. فكهربا عنده مميزات، بيعرف يجيب جون جدا، ودي ميزه مهمه جدا. ما ننساش ان كهربا اصلا في الاصل جناح. أيوة. لكن كهربا من بدري جدا، من ايام حتى مستر كوبر هو بيلعب فرد، واحرز هدف في منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه في 2019. فاعتقد ان محمود كهربا مكسب كبير جدا، وعودته كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر. بدايات دويتو بمناسبه كهربا، هل شايف في بدايات دويتو بين بيرسي تاو وكهربا؟ يعني ما حسيتش من ساعه ما جه بيرسي تاو الاهلي انه متفاهم او متجانس او يعني عامل ثنائيه كده فعلا زي ما حصل مع كهربا مثلا. دي حصلت فعلا في كذا لقطه. لقطه في القطن الكاميروني وفي كاس العالم للانديه طبعا، السرور اللي عمله كهربا بكعب ولبيرسي تاو، فباين جدا ان في تفاهم حتى في الاحتفال ما بينهم من بعض، حاسس ان في ثنائيه فعلا. اعتقد ان هي الفتره الجايه هتبقى مزعجه لاغلب الفرق، لان الانسجام. وبعدين كمان فيهم ميزه انه الاثنين لعبوا في المكانين دول، يعني بيرسي تاو اوقات كتير لعب راس حربه، وفي اوقات كتير لعب جناح. كهربا اساسا جناح وبيلعب راس حربه، فاحساسهم بالمكان، قدرتهم على تبادل الاماكن كمان ممكن يعني تبروز الدويتو ده بشكل كبير. لا صح طبعا، اعتقد ان هم ثنائيه هتبقى مرعبه جدا، بيرستا وكهربا،
ويعني ويا رب ان شاء الله يعني في مباراه الهلال السوداني تبقى هما الثنائيه ديت تحرز هدفين يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اختم بقائمه المنتخب بس، هل في حد كان يستحق الانضمام في خط الهجوم مع كوكا ومصطفى وكهربا؟ ما انا ولا شايف ان هما الثلاثه الافضل حاليا؟ لا، في لعيب ممكن كان ممكن ينضم من وجهه نظري يعني، كان ياخد فرصه، محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر. لاعب فيوتشر اعتقد النص. لاعب خط النص، لاعب شايف ان هو عنده امكانيات ولاعب يعني مقدم موسم مميز جدا مع نادي فيوتشر، فكان يستحق ان ينضم لمنتخب مصر اللعيب. بس زي ما قلت لك المشكله ان هو في لعيبه كتيره في نص الملعب، فهو مش عايز يجيب حد يقعد. طيب انا يعني مش هدوس اكتر من كده، دوست خلاص، مش هتكلم في الكلاسيكو لما تجي لي بقى، وهات بلال معاك وانت جاي، هاته في ايدك عشان تبقوا انتوا الاثنين مع بعض كده. سامعني يا بلال؟ سامع طبعا. خلينا نروح ونختم بقرعه الشامبيونز ليج سريعا جدا، معانا يعني وقت ضيق، هنناقشها بالتفصيل طبعا، بس يعني شايف القرعه ازاي؟ ولو طلعت فرقه من هنا وفرقه من هنا، طب خليني قبل فرقه من هنا، سيتي بايرن مين يا احمد؟ السيتي بايرن السيتي. الريال وتشيلسي. الريال. المفروض ما اسالكش بصراحه، هتقول تشيلسي. لا يعني. والله مش نابولي يعني والميلان؟ كوره يعني. نابولي والميلان. نابولي. الانتر و بنفيكا. بنفيكا. هنا مفاجاه بالنسبه لي هتحصل، بنفيكا هيصعد قبل النهائي مع نابولي. توقعاتك للمباراه النهائيه بدايه، شايف انه السنه دي يكون في دور الثمانيه يكون في نابولي وفي ميلان وفي الانتر، في تطور حصل في الكره في ايطاليا؟ طبعا طبعا. ايطاليا راجعه يعني. ايطاليا راجعه طبعا. يعني اعتقد كمان طرفين النهائي يا احمد، طرفين النهائي ريال مدريد ونابولي، مانشستر سيتي ونابولي، وبيننا حلقات جايه. بشكرك يا ابو حميد، نورت الدنيا وسعدتنا بوجودك معانا. كل سنه وانت طيب، وانا دايما مبسوط انا معاك. كل سنه طيب، ونشوفك دايما على كل خير. وبشكر حضراتكم على متابعه النهارده، شغالين بقى بالراحه وعلى مهلنا كل ده، انتظارا طبعا مواجهه الاهلي والهلال. هنفصص الهلال حته حته ونقراها مع حضراتكم في الحلقات اللي جايه من السادسه. تحياتي ليكم وشكرا على المتابعه.